قعدت عام ونص ولا عام وثلاثة شهور كل مغرب كي تيح المغرب يستيقظ اليسار ما نجمش نحركها، والمشهد نتاع الليلة نتاع التعذيب نتاعي أنا الكل نتفرج فيه، الكل نتفرج فيه. البرة ضيقوا علينا رزقنا، يتبعوا فينا، اش باش نقول لك، معناها اش باش نقول لك، انا قلت ما نقولش ومساك انا، ما ان شاء الله يتصلحوا. ابدا من اللي يقود بينا، من اللي يمد يبني بركون في النهج باش يحط زوز كراسي وباش يعطوه تليفون باش يبدا يعس حتى وقتاش نطفي في الضوء. ومن بعد يعيطولي طفيت الضوء ساعتين البارح متاع الليل، شكون يدخلك شكون اخرج؟ يعني انا قعدنا معناها الراجل فين يمشي باش يخدم الا ويتصلوا بالعرب بالعرف نتاعو يقولوا له راه كان باش تخليه، راهو انت باش نلفقوا لك قضيه انتماء. وليت انا انت هند زاد معاها معناها الخياطه وقاعدين معناها جوست باش للوجود اكاهو. نستني حكايه الداخليه، نستني بعد الاستعلامات اللي عيطوا لي الاستعلامات وقفوني، قعدت نمشي ونجي. انا على فكره شارع الحبيب بورقيبه ما نمشيش فيه بالكل من بعد الداخليه. وقت ماشي انا وراجلي الاستعلامات قلت له زعما نبدا نمشي ونقول فما دي كاميرا يعسوا علينا راهم يتبعوا فينا، عندي خوف شديد من شارع الحبيب بورقيبه. بعد الاستعلامات وقفوني في الاخر قالوا لي اسمع رد بالك لا تعمل عريضه ولا حاجه باش تطلب جواز سفر، راهو لفيت انك انت عملت حاجه باش تتحصل على جواز سفر نرجعوك. منين جيت بعدها بعد بمديده اخرى نقول نركح منطقه باردو، منطقه باردو كيف كيف يعيطولي منطقه باردو وقتها في عهد جغام قعدت نتفكرها على خاطر هو قال راهو الوزير قال ما تضربوهمش رانا شدينا النشاط النسائي والكل وما تضربوهمش، ومن بعد طاح يضرب فيا ويسميني في اللي في اللي في اللي قبلهم. المهم قعدنا احنا هكاك معناها العوام هذيك الكل مراقبين